بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنعمله في المحاضرة ديت هي ان احنا هنحاول نتكلم ازاي ممكن الواحد يستخدم البودي بلوتس عشان يعمل ديزاين لكنترولرز. عشان نعمل القصة ديت محتاجين الحقيقة الاول نعمل بعض الديفينيشنز، فهنعرف يعني ايه فيز مارجن وجين مارجن. بعد كده هنشوف ازاي نقدر نحدد الاستابيليتي بتاعت الكلوز لوب سيستم بيزد اون الفيز مارجن والجين مارجن من البودي بلوتس. وكمان هنشوف ازاي نقدر نستنتج الستيدي ستيت ايرورز ليونيتي نيجاتيف فيدباك سيستمز من البودي بلوتس. طيب فخلينا نبتدي الاول بان احنا نفترض ان احنا عندنا التيبيكال نيجاتيف فيدباك سيستم اللي هو في بلانت جي اوف اس في الفيد فورورد و اتش اوف اس في الفيدباك. احنا عارفين ان في الحاله دي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن واي اوفر ار هتبقى عباره عن جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس في اتش اوف اس. الكاركترستيك ايكويشن بتاعت السيستم واللي هي طبعا بيتوقف عليها الاستابيليتي هي المعادلة 1 زائد جي اوف اس في اتش اوف اس بيساوي 0. وده بيعني ان جي اوف اس في اتش اوف اس بيساوي ناقص 1، وناقص 1 دي نقدر نكتبها على انها كفيكتور ماجنيتيود 1 وزاوية ناقص 180 درجة. طيب قبل كده قلنا ان جي اوف اتش في اتش اوف اس ديت ليها اسم معين بنسميها اللوب جي. البولز والزيروز بتوع جي في اتش هما ما يسموا بالاوبن لوب بولز اند زيروز. يبقى الاوبن بالزيروز of g of h are the open loop zeros where the poles of g of h هما ال open loop احنا لما بنرسم البودي بلوت في الحقيقه بنرسمه لللوب جي. يبقى البودي بلوت از سكتشد فور حاصل ضرب جي اتش. يبقى ده نوت مهمه ان البودي بلوتس ار سكتشد فور the loop gain اللي هو g في h. فالحقيقة احنا بنرسم البودي بلوت لحاصل ضرب g في h، ولكن هنستنتج الاستابيليتي بتاعة الكلوز لوب سيستم. يعني هنستنتج اذا كان 1 زائد g h بيساوي 0 ديت ليها روتس في الستيبل ريجون ولا الروتس بتاعتها فيها جزء في الانستيبل ريجون. لاحظ ان احنا بنتكلم على 1 زائد جي اتش بيساوي 0، يبقى جي في اتش بيساوي ناقص 1 ماجنتيود 1 وانجل ناقص 180. يبقى ده على البلودي بلوت بيمثل الزيرو ديسبل لاين وزاويه 180. فانا دلوقتي لو افترضت اني رسمت او عملت سكتش للبودي بلوت الخاص بجي اتش وطلع عندي frequency response زي اللي انا رسمه دهوت، فانا هركز دلوقتي على الزيرو ديسيبل لاين وعلى الزاويه اللي هي ناقص 180. واحنا قلنا السبب ليه، السبب لان هما دولت اللي ريليتد للمعادله بتاعه الكاركترستيك ايكويشن بتاعه السيستم. فبنبص على نقطه تقاطع
ال 20 log جي اتش مع ال 0 ديسيبل لاين. النقطة ديت الفريكوانسي هنا بسميها اوميجا جي، ودي بنعرفها على انها ما يسمى بالكروس اوفر فريكوانسي، ولان هي مرتبطه بان الجين بيقطع الزيرو ديسبل لاين فبنسميها الجين كروس اوفر فريكوانسي. ونقطه التقاطع مع الناقص 180 ديجري ديت هسميها دبليو بي مثلا، وديت هي ما يسمى بالفيز كروس اوفر. باجي اشوف عند الجين كروس اوفر فريكوانسي اللي هي الفريكوانسي ديت اوميجا جي، بنزل راسي كده اهوت للفيز بلوت واشوف الفرق ما بين الزاويه بتاعه جي في اتش عند الفريكوانسي اوميجا جي والناقص 180. الحقيقه الفرق ده هو اللي بنسميه الفيز مارجن. يبقى الفيز مارجن هيساوي الزاوية، هسمي الزاوية فاي، يعني خلينا نسمي الكلام ده فاي، فاي عند أوميجا جي ناقص 180، أو يعني فاي أوميجا جي زائد 180 درجة. هنلاحظ طبعا إن لو النقطة أو الزاوية هي نيجاتيف طبعا، ولكن بمقدار اكبر من الناقص 180، يعني مثلا ناقص 120 ناقص 110 الى اخره، الفرق ده هوت هيطلع حاجه بوزيتيف. فبنقول ان احنا لو بنقيس المقدار ده اللي هو من الناقص 180 لاعلى، يعني لحد ما الكيرف فوقيه، فده بيبقى بوزيتيف فيز مارجن. بينما لو كان الكيرف تحت الخط اللي هو بتاع الناقص 180 فهنقيس لاسفل، يعني من الناقص 180 نتجه لاسفل، في الحاله دي الفيز مارجن هيبقى نيجاتيف. والموضوع ده مهم لان هو بعد كده اللي هيحدد لنا الاستابيليتي. نفس الكلام هنيجي عند الفيز كروس اوفر فريكوانسي ونطلع راسيا كده الاعلى ونشوف المسافه من الكيرف الى الزيرو ديسبل لاين. فلو منتجه من الكيرف الى الزيرو ديسبل لاين ده برضو بيعتبر بوزيتيف جين مارجن. لو كان الكيرف فوق الزيرو ديسبل لاين يبقى كنا هننزل لتحت في اتجاه الزيرو ديسبل لاين، في الحاله دي كان هيبقى نيجاتيف فيز مارجن. فيبقى اذا هو ده تعريف الجين والفيز مارجن. طيب ايه اهميتهم؟ اهميتهم بقى ان from the Nyquist criteria a system is stable if it has positive phase and gain margin. طبعا احنا في الحقيقة ما رسمناش النايكوست بلوتس ولا اتكلمنا على الاستابيليتي باستخدام نايكوست بلوتس، ولكن هي دي النتيجة اللي نوصل ليها لو اتكلمنا على نايكوست بلوت، ان لابد ان يكون الفيز والجين مارجنز بوزيتيف عشان خاطر السيستم يبقى ستيبل. وفي الحقيقه تعريف بقى الفيز مارجن والجين مارجن، هو بالنسبه للفيز مارجن احنا نقدر نضيف زاويه نيجاتيف قد ايه للسيستم ويفضل ستيبل،
وبالنسبة للجين مارجن هو احنا نقدر نضيف او نضرب في جين، نكبر الجين قد ايه على سيستم معين بحيث ان هو برضو يفضل ستيبل. فهو ده تعريف الحقيقة الفيز مارجن والجين مارجنز لأي سيستم لينير تايم انفيرينت. خلينا عشان خاطر الموضوع يتضح ناخد أمثلة لسيستم انستيبل. فأنا دلوقتي هرسم البودي بلوتس لسيستم ممكن يكون انستيبل. يعني انا خلينا نقول اكزامبل اوف ان انستيبل سيستم. ادي المحور بتاع الفريكوانسي اللي هو لوج اوميجا، وطبعا المحور الرأسي هيبقى هنا 20 لوج الماجنيتيود بتاع جي في اتش ان ديسيبل، وهنا هيبقى المحور برضو بتاع لوج اوميجا لو كان ده هو ناقص 180 درجة، وديت هي الانجل اوف جي في اتش. طبعا ده هنا زيرو ديسيبل لاين، فلو انا رسمت مثلا كان هو ده البودي بلوت لل 20 لوج الماجنيتيود، وكان ده هو الفيز، فمرة تانية هطبق نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، هشوف هنا الفيز كروس اوفر فريكوانسي اللي هي سميناها دبليو بي، وقوم طالع رأسي كده هوت. هنلاحظ ان انا بتجه من الكيرف للزيرو ديسبل لاين لاسفل، فده بنسميه نيجاتيف جين مارجن. وبرضو لو جيت هنا عند تقاطع الماجنيتيود مع الزيرو ديسبل لاين الفريكوانسي ديت هي سميناها دبليو جي، ونزلت كده هوت رأسي، هلاقيني ان انا من الناقص 180 بتجه لأسفل ناحية الكيرف، وبالتالي ده يبقى نيجاتيف فيز مارجن. ونتيجة لأن هما الاتنين نيجاتيف يبقى السيستم ده هو انستيبل. طبعا مش شرط الاتنين يبقوا نيجاتيف، لو واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف برضه السيستم هيبقى انستيبل. فإذا الاستابيليتي تستلزم ان الاثنين يكونوا بوزيتيف، لكن لو واحد فيهم نيجاتيف يبقى السيستم انستابل، والاثنين طبعا نيجاتيف هيطلع السيستم انستابل. طيب بتحصل برضو حالات تانية بيكون مفيش تقاطع ما بين الماجنيتيود مثلا والزيرو ديسيبل لاين، ده مثال تاني برضو ممكن اوضح اللي هنستنتجه منه. هرسم مرة تانية ادي الزيرو ديسيبل لاين، يعني هنا في زيرو ديسيبل وده لوج اوميجا، هنا 20 لوج الماجنيتيود اوف جي اتش، وهنا الفيز مرة تانية ديت برضو لوج اوميجا، وده هو الناقص 180 درجة، وديت الانجل. هفترض ان الماجنيتيود دايما تحت الزيرو ديسيبل لاين، يعني عمره ما هيقطعه بسبب طبعا الجين المستخدم، وافترض ان الانجل عملت كده. فدلوقتي انا ممكن احسب ديت هي سميناها دبليو بتاعت الفيز الفيز كروس اوفر فريكوانسي، لو طلعت لفوق كده اهوت اقدر احسب بوزيتيف جين مارجن، يبقى الجين مارجن هنا بوزيتيف، يبقى هنا في بوزيتيف جين مارجن. ولكن مفيش تقاطع ما بين الكيرف والزيرو ديسيبل، ده معناه ايه؟ معناه ان مهما اضفت زاويه نيجاتيف للفيز فالسيستم ده لن يتحول
الفيز مارجن بتاعه الى رقم نيجاتيف، وبالتالي احنا بنقول على السيستم ده ان هو ليه انفينيت فيز مارجن. يبقى ليه، يبقى هنا الفيز مارجن بوزيتيف انفينيت، يعني ممكن نحط اي نيجاتيف انجل احنا عايزينها، مش هتخلي السيستم انستابل. وبالتالي الاستابيليتي هتبقى متوقفه فقط على الجين مارجن، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فطبعا احنا في المثال ده هو هيبقى بوزيتيف، لان الكيرف دايما تحت الزيرو ديسيبل لاين، وبالتالي السيستم هيبقى ستيبل. فدية الحالة ان الماجنتيود ما بيتقاطعش مع الزيرو ديسيبل لاين. بالمثل برضو ممكن الفيز، يعني ده مثال تاني، يكون الفيز هو اللي ما بيتقاطعش مع الناقص 180. فادي ال لوج اوميجا 20 لوج الماجنتيود بتاع جي اتش، وادي الناقص 180 درجة، دي الانجل بتاعت جي في اتش، وهنا في لوج اوميجا. لو رسمت الكيرف زي ما انا كنت بوصفه دلوقتي كده مثلا، ونفترض ان السيستم ده عمره ما بيقاطع الناقص 180 درجة، يعني مثلا نفترض ان الزاوية بتتغير من زيرو الى ناقص 180. وبالتالي هنا لو انا زودت الجين زي ما انا عايز، عمر ما في الحقيقه الفيز مارجن هيتحول الى قيمه نيجاتيف. وبالتالي اقدر اقول هنا ان انا عندي ان الجين مارجن هو انفينيت. يبقى المثال ده هو الحاله بتاعت ان الجين مارجن ما لا نهايه. دايما الجين مارجن اقدر يعني اقدر ازود الجين زي ما انا عايز، عمر ما هحصل على نيجاتيف فيز. وبالتالي السيستم ده هو حسب المثال اللي انا عامله هيبقى ستيبل، لان عنده انفينيت جين مارجن. وزي ما احنا شايفين بما ان هو فوق الناقص 180 يبقى الفيز مارجن كمان هيبقى بوزيتيف، وبالتالي السيستم يعني هنا الفيز مارجن هيبقى بوزيتيف، وبالتالي السيستم ستيبل. فدي بتوضح يعني حالات مختلفة ممكن تطلع في رسم البودي بلوتس، وعلى أساسها نقدر نحدد الاستابيليتي بتاع الكلوز لوب سيستم. اللي عايز أعمله دلوقتي هو إن أنا أشوف إيه العلاقة ما بين الترانزينت ريسبونس والبودي بلوت بتاع اللوب جين. يبقى هنا هنتكلم على الريليشن between body plots and the transient response. زي في الحقيقة ما عملنا في الـ time response بتاع الـ second order system، لما استنتجنا العلاقات او قلنا العلاقات اللي هي بتربط ما بين السيتلينج تايم والاوفرشوت والبيك تايم والدامبنج ريشيو والناتشرال فريكوانسي، برضو في علاقات مشابهه للسكند اوردر سيستم بتجيب علاقه ما بين الفيز مارجن والدامبنج ريشيو بتاع السيستم، وهي ديت اللي انا مهتم بيها دلوقتي. ف يعني فور سكند اوردر سيستم الزاوية بتاع الفيز مارجن بتساوي 10 ماينس 1 2 الدامبنج ريشيو على الجذر التربيعي لناقص 2 زيتا سكويرد بلس الجذر التربيعي الواحد زائد 4 زيتا. الحقيقه العلاقه دي مستنتجه في الكتاب بتاع نورمان نايس للي عايز يرجع لاستنتاجها، ولكن
احنا مش هنحفظها ولا حاجة، ولكن هنرسمها عشان هنستنتج منها ابروكسيميشن تاني هو ده اللي هنستخدمه في الديزاين بتاعنا. لو احنا جينا رسمنا في المحور الافقي هنا الدامبنج ريشيو، وفي المحور الرأسي هنا الفيز مارجن، هتلاقي ان العلاقة بتبدأ وكأنها خط مستقيم وبعدين بتظهر في some non-linearity ويستتم كده. الرسمة ديت هتلاقيها مرسومة من صفر الى ثلاثة تقريبا، وانها بتوصل almost لـ80 درجة، والمنطقة اللي هي almost linear هي الحد حوالي 60 درجة، ودي بتقابل تقريبا 0.8 damping ratio. فايه اللي يخصني هنا هوت، او ايه الابروكسيميشن اللي انا هستخدمه؟ انا هستخدم او هقرب، يعني هي ديت العلاقه الاكزاكت لو كان عندي السكند اوردر اللي هو البروتوتايب سكند اوردر سيستم اللي هو اوميجا ان سكويرد على اس سكويرد زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكويرد اللي احنا استخدمناه قبل كده في التايم ريسبونس بتاع اللينير تايم انفيرينت سيستم. لو كان عندي كده كان هيبقى الفيز مارجن جيفن او ريليتد للدامبنج ريشيو بالعلاقه دي. فاللي انا هعمله ان بما ان الدنيا فيها ابروكسيميشن، ان انا هاخد الجزء اللي هو اللينير ده واقول ان هو ده اللي انا هستخدمه في العلاقات بتاعتي. فهقول ان الفيز مارجن تقريبا هاخده على ان هو عباره عن الدامبنج ريشيو فيه. مره تانيه ده مجرد ابروكسيميشن، بيبقى قريب من الحقيقه في المنطقه الاولانيه ديت اللي هي اللينير ريجون، وهو ده هنستخدمه. وبعدين هو في الاخر الفيصل بيبقى ان احنا نعمل سيميوليشنز عشان خاطر نشوف الديزاين بتاعنا valid ولا لا. طبعا ده معناه ايه برضو؟ معناه ان انا لو عرفت الدامبنج ريشيو بتاع الكلوز لوب سيستم، احنا خلي بالكو احنا رسمنا اساسا البودي بلس للجين اللوب جين اللي هو حاصل ضرب جي في اتش، لكن بنستنتج الدامبنج ريشيو بتاع الكلوز لوب سيستم لان جايبينها من الفيز مارجن، والفيز مارجن هو بيزد على النقطة اللي هي مقدار واحد وزاوية ناقص 180 اللي هي زي ما قلنا related للكاركترستيك ايكويشن بتاع الكلوز لوب سيستم. فالمهم ان انا لو جبت الدامبنج ريشيو بتاع السيستم او العلاقة ما بين الفيز مارجن والدامبنج ريشيو، ده معناه ان انا اقدر استنتج ان البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت هيساوي اكسبوننشال ماينس باي في زيتا على الجذر التربيع الواحد ناقص زيتا سكورد في 100%. يعني معنى كده ان انا اقدر استنتج كمان البرسنتج اوفر شوت. فهي ديت اللينك اللي بتربط ما بين اللوب جين سكتش البودي بلوت بتاعه في الفريكونسي ريسبونس والترانزنت ريسبونس بتاع الكلوز لوب سيستم بتاعنا، وهي دي العلاقه الاساسيه اللي هنستخدمها في الكنترول ديزاين بعد كده. النقطه اللي بعد كده اللي عايز اتكلم عليها في الحقيقه اللي هي برضو بتعمل لينك ما بين البودي بلوت سكتش والكلوز لوب سيستمز هو حسابات الستيدي ستيت ايرور. هنتكلم هنا على الستيدي ستيت الستيدي ستيت ايرور اناليسيس. لو افترضت ان انا عندي يونيتي نيجاتيف فيدباك سيستم، بالشكل ده، فلو تذكروا احنا كنا عرفنا ما يسمى ب الكي بي اللي هو البوزيشن error constant، وده كان الليميت لما اس تروح لصفر بتاع g of s،
وعرفنا الـ velocity error constant وده كان limit لما s تروح لصفر بتاع s في g of s وعرفنا الـ acceleration error constant وده كان limit لما s تروح لصفر بتاع s squared مضروب في g of s لو كان عندي step input r هي step input فكنت بحسب ال steady state error في حالة ال system اللي هو of type 0 على انه 1 على 1 زائد kp لو كان عندي unit ramp فكنت بحسب في حالة ال type 1 system ال steady state error على انه 1 على kv لو كان عندي unit parabola فكنت بحسب في حالة type 2 systems ال steady state error على انه 1 على k وبالتالي لو انا قدرت احسب kp او kv او ka من البودي بلوتس يبقى بالتبعية اقدر احسب الستيدي ستيت ايرورز بتاعت السيستمز فهو ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي فاول حاجة هاخدها في اعتباري هو تايب زيرو سيستم في التايب زيرو سيستمز هيبقى السلوب اوف الـ initial line in 20 log الـ magnitude of g هيبقى بيساوي صفر يعني لو حبينا نرسم الكلام ده ادي log اوميجا وادي 20 log الـ magnitude of g فالـ initial line أنا بقول إن هو بيبقى الـ slope صفر يعني كأنه هيبقى لو كان ده 0 decibel line هيبقى موازي للـ 0 decibel line وبعد كده هيتغير بأي شكل من الأشكال بس المهم إن الـ initial line الـ slope بتاعه 0 decibel لكل دي كده الحقيقة المسافة ديت بتبقى هي 20 log kb فلو خدنا يعني مثال للتوضيح افترض مثلا ان ال g of s ديت عبارة عن مثلا 10 في s زائد 2 على s زائد 3 في s squared زائد 2 s زائد 5 مثال احنا قلنا ان اللي بنعمله ان بنحط السيستم في النورمال فورم فده هناخد 2 من فوق مشترك يبقى عندي 20 واخد من تحت 3 و5 يبقى 15 فهيبقى عندي هنا 1 زائد s على 2 على 1 زائد s على 3 وهنا هيبقى عندي 1 زائد اتنين على خمسة اس و اس سكويرد على خمسة المهم بما ان السيستم ده تايب زيرو فنلاحظ ان لو حسبنا كي بي هتطلع هي 20 على 15 اللي هو الكونستنت ده هو كي بي لان احنا هناخد الليمت اوف جي اس لما اس تروح لصفر فطبعا الترمز اللي هي موجودة في الفراكشن هنا لما هتحط فيها اس بصفر هيطلع واحد على واحد وبالتالي الجين اللي عندي ده هو هيبقى كي بي مباشرة وهو ده اللي بيمثل الـ initial line لو انا حبيت ارسم البودي بلوت ان انا باخد 20 log كي وما عنديش لا بولز ولا زيرز عند الاورجن يبقى اذا الخط الاولاني او الـ initial line اللي انا رسمته ده هو هيبعد فعلا عن الزيرو ديسيبل لاين مسافة هي عبارة عن 20 log كي بي وبالتالي اقدر احسب الـ position error constant بالشكل ده بالمثل لو كان عندي تايب 1 سيستم
لو كان عندي تايب 1 سيستم يبقى الانيشال سلوب اوف ذا ماجنيتيود بلوت هيساوي ماينس 20 ديسيبل لكل ديكيد. فلو حبيت ارسم الكلام ده ادي لوج اوميجا ادي 20 لوج ماجنيتيود اوف جي. فاللي انا بقوله ان الانيشال لاين هنا هيبقى السلوب الانيشال بتاعه ناقص 20 ديسيبل لكل ديكيد، وبعد كده ممكن يتغير باي صوره من الصور. فلو انا مديت الخط ده هوت لحد ما تقاطع مع الزيرو ديسيبل لاين، ده الزيرو ديسيبل لاين، هي نقطة التقاطع ديت هي كيفي. ومرة تانية خلينا نوضح الحكاية ديت ليه. فانا هاخد مثال بسيط اوري فيه الحكاية ديت. لو افترضت ان انا عندي جي اوف اس بتساوي 10 في اس زائد 1 على السيستم ده تايب 1، فيبقى في طول عند الاوريجن مثلا اس زائد 5 في اس زائد 2 حاجه بالشكل ده. فمره تانية برضو هكتبه في النورمال فورم، ادي عادي عند 10 هنا فوق وفي تحت هيبقى في برضو 10، وبعدين عندي هنا 1 زائد اس اوفر 1، تحت هنا هيبقى فيه اس، وفي هنا 1 زائد اس على 5 و1 زائد اس على جي. فلو انا حبيت احسب الكي في، الكي في هي الليمت لما اس بتروح لصفر بتاع اس في جي اوف اس. طبعا هضرب هنا في اس فهيطلع لي ان الناتج هو الجين دهوت، يبقى الجين دهوت هو ده كي في ب20 لوج الكلام ده هو الجين. طيب الكلام دهوت اما اجي ارسمه كانيشال لاين قلنا بنحتاج اي نقطه عشان خاطر نرسم. فاحد النقاط اللي ممكن نرسمها هي ان لما يكون الاس بتساوي كي في، فلو الاس بتساوي كي في هيبقى كي في على كي في الكلام ده بواحد، وعشرين لوج واحد هيديني صفر. يبقى اذا التقاطع بتاع الانيشال لاين ده الانيشال لاين تقاطعه مع الزيرو ديسبل لاين هتبقى عند قيمة الفريكوانسي المناظرة للكي في. يبقى هو ده اللي انا بقوله، ان انا لو عندي هنا الانيشال لاين بالشكل ده هوت ومديته لحد ما قطع الزيرو ديسبل، نقطة التقاطع ديت هي هتقبل الفريكوانسي اللي بتساوي الفيلوسيتي ايرور كونستنت. في حالة لو كان عندي تايب 2 سيستمز، ده معنى كده ان الانيشال سلوب ان ذا ماجنيتيود بلوت هيبقى ناقص 40 ديسيبل لكل ديكيد. وبرضو لو رسمت الكلام ده لو كان هو ده لوج اوميجا وهنا ده 20 لوج ماجنيتيود اوف جي، فيبقى الانيشال لاين السلوب هنا هيبقى ناقص 40 ديسيبل لكل ديكيد. بعد كده هيتغير السلوب حسب الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم مش مشكله. لكن مره تانية لو انا مديت الخط الانيشال دهوت لحد لما يتقاطع مع الاوميجا اكسس، الحقيقه نقطه التقاطع ديت هي بتبقى الجذر التربيعي للاكسلريشن ايرور كونستانت،
وبالتالي اقدر احسب اقدر من الماجنيتيود بلوت احسب الايرور الاكسلريشن ايرور كونستنت بالشكل ده. برضو نقدر نفكر فيها بمثال رقمي لو حبيت. يبقى هي ديت العلاقات الحقيقه الاساسيه اللي بتربط ما بين البودي بلوت السكتشز بتاعه البودي بلوت والكلوز لوب سيستمز، وهي ديت اللي هنستخدمها ان شاء الله في المحاضرات الجايه عشان نديزاين كومبنسيتور باستخدام البودي بلوتس.